أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال من السائل حاسين من اليمن، يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصلي صلاة الكسوف والخسوف لحالي حيث أنني أسكن في قرية لا يوجد بها جماعة؟ نعم، تجوز صلاة الكسوف جماعة وفرادى، ولكن صلاتها مع الجماعة إذا تيسرت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما كسفت الشمس وصلى بالمسلمين جماعة، فإذا تيسرت له الجماعة يصلي معهم صلاة الكسوف أو الخسوف، وإذا لم يتيسر فإنه لا بأس أن يصليها منفردا، وليس الجماعة بواجبة لصلاة الكسوف، إنما هي مستحبة. نعم.